تحياتنا شباب، وتحياتنا لكل المتابعين. ومثل ما تعرفون دائما نواجه مشكلة بنشر الردود والنت تعبان، فاليوم راح اسوي لكم فيديو بأسئلة منشورات اليوم. ساعدنا هذا المنشور قبل ساعة مال المخاليف البرية، عدنا التعليق الاول احنا جاوبنا عليه بس عادي الفائدة. رحم الله والدي اخوي، هذا البلبل صبح صبح لقيته هيش اسوي له، انا دايخ بيه. اصدقائي اعزائي، هاي الحالة اللي هي الشلل، هاي بسبب نقص فيتامين دي 3. دي 3 يجينا اول شيء من الشمس، احنا من نقلل التشميس راح يصير عندنا نقص، لان هسه هو فترة نمو فيصير به هذا الشلل. هاي وحدة. اثنين، مرات بسبب البروتين البلت. البروتين البلت اللي بالسوق اغلبه هسه مضروب بثوم عالي حار كلش، يضرب الجهاز العصبي للطير يخليه هيك ينشل. اول شيء تقطع البلت، وثاني شيء تروح للبيطري تجيب له فيتامين دي 3 وتعطيه قطرات طبعا هذا ويا المي، وتنطيه للطير وان شاء الله الطير يرجع. والتغذية فواكه فقط. علاوة عندي بلبل صيد جديد مخلف، اول ما صدته عزلته وشمرته ورا البيت بالقفص. شلون من عزلت الماليزي اللي عندك لين حات كلش ما يوقف من يشوف احد؟ ماكو داعي تعزله هيك عزله. هذا صغير، هو بمرور الوقت ترى يصير ياكل حتى من الايد، بس ما انصحك تخليه ياكل من الايد، خليه يبقى بالحديه مالته وسمع اصوات بلابل حتى ياخذ يتعلم ويصير طور حلو. يعني خليه بمكان عالي بالبيت، بس بمكان عالي لا تخليه مكان ناصي حتى الطير يركض براحته. السلام عليكم اخ ابو حسين، بس استفسار بسيط جدا، كم مرة انطي الدود للبلبل باليوم؟ والاكل مالته البلت رحم الله والديك، والفاكهة نوعية واحدة كل يوم. عماد، مو هيك التقديم. التقديم مثلا يصير اولا احنا البلت اول شيء تأكد من عنده الثوم مالته قليل، مو ثوم قوي حتى حار ويسوي لك شلل بالطير او كتلة. هاي واحدة. مثلا انت اليوم عندك عجينة البلت او عجينة خبطة انت مسويها، هسه طيتها العجينة، وراها من تريد توكله مرة اللخ مثلا جاع تطيه ديدان، وراها من جاع تطيه فواكه، وهكذا بالسرة. يعني ترجع العجينة بعدين الديدان بعدين الفواكه، يعني نوع بالاكل حتى الطير ما يمل ويظل يسحب من عندك اكل. لا تظل يعني بلت بلت او دود دود رأسا او فواكه فواكه، لا نوع حتى الطير يحصل على الفيتامينات والبروتينات وما يمل ويظل يسحب من عندك اكل. سارة تقول عندي اثنين بلابل طلعتهن فواحد كتل واحد ولزقة بالحائط، من ذاك اليوم هذا المكتول حسيته طيرانه صار ثقيل وعبالك بالقوة يطير، شنو السبب والعلاج؟ اذا نشاطه واكله طبيعي ماكو اي مشكلة ولا مريض. هذا احتمال ما له شغلة طبعا الكتلة، هذا احتمال انه داخل غيار ريش، هسه هواية طيور داخل غيار ريش بسبب حرارة الجو يخفف من الريش مالته ويبدل الريش، فهذا السبب يعني طيرانه ثقيل ماكو اي مشكلة. بس بعد تطلعي من القفص حتى يبدل ريشة اسرع وحتى ما يتأذى بالطيران مالته، لان هذا من ريشة قليل ويطير راح يظل ينضرب بالحائط او ينضرب بالقاع ويتأذى الطير. ها، وبالنسبة للريش تخليه يطلع انطيه جرجير وكرفس وجزر، لان ينثر من سوى وتنطيه حتى لو كل يوم هم ماكو مشكلة بيهن، راح يخلي الريش يطلع اسرع. يقول علي ابو حسين ممكن تحديد الجنس؟ هاي نثية، نثية هاي. ممنون قصي الساهر، ممنون جعفر، محمد فلاح يقول حبيبي هاي حشرة القراد اللي قلت عليها. لو شنو هاي محمد فلاح؟ نزلنا قبل فترة فيديو بهذا الخصوص، وهي هاي الغدة الدهنية اللي تستعملها الطيور لتنشيف الريش. خطأ تعصرها، خطأ تشلعها، راح تقتل الطير. اتركها اخي، هذه غدة دهنية مو حشرة فاش ولا اي مشكلة بالطير. ما القي عندك طول درجة ولا حاليا ما عندي. فلاح يقول شلون ممكن تحديد الجنس النثية لو فعل؟ هاي نثية. احمد البهادلي يقول وين احمد البهادلي وين طيرك؟ شكرا نظوري، شكرا الاوراق ساقطة، شكرا الموسوي. خلينا نشوف المنشور الاخ شنو بيه اسئلة. هذا المنشور نزلناه صبح قبل 8 ساعات مال الجرجير. اكيد عيادة الجرجير فشي عالمي ممتاز، ومو بس بالعراق، يقدم كل الدول اللي تربي الطيور عندها الجرجير، حتى الدول الأجنبية طبعا مو بس العربية عندها الجرجير، فشي أساسي للطيور بالقفص وثابت من ضمن جدول الأغذية. علي الربيع يقول عندي بوب قام يعض بيدي وبجي يهجم عليه قام يخوف، شو اسوي له وشنو السبب؟
بالعكس هذا سلوك كلش طبيعي، وهذا الطير معناته كلش أليف، فقصده يلعب مع صاحبه لما يعارك هيك ويعض ويضرب، فشي كلش حلو هذا، فشي مميز علي الربيعي. عماد يقول بسيط كم مرة، تم الجواب. عماد ابو محمد الموزان يقول طلع عندي افراخ بلابل صار 4 ايام، كم يوم واغير الاكل مالهن. ابو محمد الموزاني بعد التفقيس لحد عمر 7 ايام او 8 ايام فقط ديدان حية او دود طري غيره لا تقدم، وكل الاكل طلع من القفص حتى الافراخ تنضرب تخمة او تنسد المخرج مالتهن. البصري رياض، بصرة ومرات تعرض بلابل يعجبني، بس المشكلة البعد، شلون يوصل البصرة؟ اقصد طريقة التوصيل. والله احنا كان عندنا توصيل للبصرة لكن لغيناه بسبب الاجرة، يعني الغالي السائق جاي ياخذ 40 الف حتى يوصل الطير، يعني احنا نستفاد انه 5000 بالطير وهو ياخذ 40 الف حتى يوصله، فاحنا لغيناه اصلا. اخلي يقبع اسمع هذا المقطع بالصوت لو اشوفه، شوفه الافضل، شوفه بس حتى يتحفز الطير، لان هو طق الجناح غريزة عندهم فطرية، بس احنا يحتاج لها تحفيز حتى الطير يحد عليها، يعني بس شوفه مو تسمعه، العفو سمعه وشوفه، ما يصير بس تسمعه. عبد الله يمه يقول استطيع ادخال البلبل الغرفة نهارا، مع العلم انه لا يوجد تبريد فقط مبردة. عبد الله يمه والله ما انصح بهذا الشيء، يعني المبردة او التبريد تخلي الطير ينشل، البلبل ترى دمه حار متعود على الجو الحار، خليه يبقى برا بس بمكان بفي، يعني مو بالشمس مباشرة، كل شيء ما عليه، واذا تريد تخليه بالبيت خليه بغرفة ما بيها مبردة حتى لا ينشل الطير عندك. محمد الشليحاوي يقول شنو هذني، ما اعرف ذني ما واضحات، يعني ريش ما مبين، بس ما اتوقع بلبل لان التيبيس مال حاليا لونه اصفر قوي، هذا توقع بلبل القصب. اقدم له جرجير يومية ماكو اي مشكلة، فالشي انه ممتاز. الجرجير شنو؟ الجرجير مثل الخضروات، الخضروات هاي الكرفس الريحان الرشاد تلقيها عند بياعات الخضرة، الورقة مالته تشبه الفجل، بريحة نفاثة قوية كلش من تنثرمه. ماكو مشكلة، حيدر الدلفي يومية بين يوم ويوم، ماكو اي مشكلة، جربناه احنا فالشي ممتاز. علاوي عندي زوج طيور حب، شو خليتهم بالغرفة النشلن؟ صحيح هي النشلن، الطيور الحب هن طيور افريقية قوية ما عليهن شي، هو اساس البيئة مالتهن افريقيا واستراليا، وجو اجواء حارة، الافضل تعوفه برا بس مو بالشمس مباشرة، عوفهن لا تخليهن بالبيت. هاني العراقي تحياتنا الك. شنو الجرجير؟ فدوى واحد يقول لي تم الجواب. عبد الله كريم بس تحديد الجنس، هذا فحل، هذا فحل مبين طير واضح حلو، بلبل فحل هوش طير شطي فيتامين، ما ها خوش طير قصدك شطي طير شطي فيتامين ما اعرف. حيدر تروح للبيطرة او المحلات بيع الطيور تقول له ملتي فيتامين، ملتي فيتامين معناها مجموعة فيتامينات بيها فيتامين اي بي 12 بي 6 والدي 3 وبيها الاملاح والكالسيوم، هذا تعطيه اياه للطير قطرات اكو، واكو حبوب من هذا كلش ممتاز. علي شو يقول؟ جمعة بركة تحديد الجنس، هاي نثية علي. يصير ننطي الافراخ؟ ماكو مشكلة انطيهن عادي، بس تمرده ناعم يلا تطيهم اياه لين حتى لا يختنقن بيه. هذا البلبل قلت لك عليه لزمته قام يطلع لسانه جديدة وتحسن شوية، ما اعرف شنو الموضوع، نسيت حسين شنو التعليق. مهدي وين الصورة؟ مهدي صورة اوضح ما واضح، ولا هو هذا مخلف، هذا مخلف بعد ما يبين مهدي بعد، اصبر هو البلاب الكبار وجاي نخطأ بتحديد جنسه مو عاد مخلف. مقتدى العراقي يقول لو عندي من هذا الدود زين انطي البلابل، لا 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 دير بالك احذر من عنده، هذا تغذيته على الاوراق وبمادة السيليلوز عالية كلش، يعني اذا بلعها للطير راح يسبب عنده امساك قوي وكتلة، دير بالك من هذا، حتى تحتوي على مادة سمية هاي تضرب بها العصافير من يريدون ياكلوها، ما انصحك بها هاي الدودة، هاي اليرقة مال الفراشة. اي نعم للفراخة يتقدم الجرجير. جيسيكا من سوريا منورين جيسيكا،
مقتدى يقول سلام اخي، شنو معنى كلمة بلبل قلم حاج؟ محلة قلم حاج، هاي محلة قديمة موجودة بناحية مندلي، محلة قلم حاج موجودة بناحية مندلي، منطقة يم السوق الصغير. ممكن تحديد الجنس، هاي نثية يا زهرة الخليج. هذا خلصان، خلي نروح لليوتيوب هم نشوف منشور اليوم. منشور اليوم يقول شباب بس اخي العزيز، سؤال عندي، فرخ بلبل عمره 30 يوم يصير اخليله بالقفص مال بلبل وحشي زين، كيف ازاوج بلبل وحشي زين، كيف اخلي البلبل اليف من يطلع برا بالشارع يجي زين؟ بلبل اليف الفرخ طعامه افضل، ياهو يصير دود يابس انا قاعد بالماء. صديقي اذا قصدك تخلي البلبل الصغير ويا بلبل وحشي كبير فهذا الشيء خطأ، البلبل الصغير راح يصير وحشي واحتمال البلبل الكبير راح يكتله ما يوكله. هاي شغلة، التزاوج بين بلبل وحشي يعني انت تريد الصغير تزاوجه ويا البلبل الوحشي ماكو هيك شيء، والبلبل الوحشي ترى ما يزوج الا يجلس يلا يزوج يتأخر. وبالنسبة انه تطلع بلبل اليف خارج البيت برا بالشارع انا ما انصح بيها، هاي الشغلة ترى مو ناجحة، يعني مجرد راح يشوف عصافير تطير راح يطير وراهن، فما انصح بها نهائيا، او تشوفه بزوم من بعيد تبوقه من عندك وانت ما تدري، يعني البزوم خطر ترى كلش، والبلبل الاليف السلوك مالته يختلف عن البلبل الوحشي، يعني شوية مو حذر مثل البلابل الوحشية. والطعام الافضل احنا ناشرين فيديو بهذا الخصوص تقدر تشوفه. والدود تريد تنقع وتطيق لهن، هذا الدود القبابي المجفف ما بي اي فائدة، يعني ما انصحك التقديمه. طيور الجنة يقول علاوي راح يجيبوا لي بلبل وحشي بس مو كلش يعني راكد وتغريده حلو لدرجة، بس اني ما اريد وحشي شلون اقدر اجيبه لك؟ راح اطير حرامات. والله يا طيور الجنة عندي هواي بلابل، يعني تقدر تطيق لاحد الاصدقاء واذا هو وحشي طيره افضل. شكرا جزيلا طبعا على الهدية. اتمنى ترد باسرع وقت. وين امير سؤالك؟ على عندي بلبل مخلف لما ياكل الشيء يخرج كما هو، شنو السبب؟ السبب انه هو الجهاز الهضمي مالته هو ترى صغير، يعني هي حوصلتهم صغيرونه يعني قبل من الحوصلة الى معاه، فاكيد يطلع. حاول ان الاكل تطيه يا تمرده اله حتى الطير يستفاد من عنده اكثر ما يطلع كما هو. بلابل الافراخ ان شاء الله باشر له عقبه. بلبل اليف ما يطلع من القفص الا انا اطلعه، خطا تطلع البلبل الاليف، معناته من ما يطلع من القفص ما مامن وما يعرف مكانه، فانت تترك له الباب مفتوح، اذا طلع هو معناته امن الطير وهو راح يرجع القفص، اذا ما طلع اتركه لا تضغط عليه، من راح تطلعه غصبا ما عليه وتلزمه راح الطير يتوحش عندك. فضل الغزي، هذني مخاليف وحشيات، هذني مال تخريج، مو احنا قلنا للجناية، الجناية فقط يعرفون شنو ذني، هذا تاخذه تخليه جوا طور ابي يقرا عليه، يظل فوقه يقرا لحد ما يتعلم او تسمع اصوات، هذا يصير طور درجة اولى، مو خوش يقرا او مو خوش، ذني شلون الكاسيت عندك او السيد الفارغ. صحيح عباس المالكي الملكي، هذني اكو بيهن سامعات من امهات اني طلع عن درجه اولى، ذني هذا يسموه طور يصير حاد كلش. طبعا عندنا احنا واحد من عنده اللي دائما فك على اقفاص، هو هذا نفس النموذج بقدهم بالضبط او اصغر كان وخرجناه. سؤال عندي بمخلف اللي يخبل قصيت جناحه 5 ريش ب5 ريش وهو راح يضر لو ما يضر، ارجوك جاوب اني كلش تعلم عندك والله، لو ما انت كان البلبل مالتي مات، مشكور منك حيل. استمع، ما يضر بالعكس، انت من تقص 5 ب5 راح تحافظ على سلامة الطير، ما راح تضربه البنكة، ما راح ينهزم من عندك وراح يصير اكثر اليف، بس لا تهلسه، هاي الريشيات القصيت نعوف نوحد يوقعن وهو راح يجدد روحه منها للشتاء، يعني يصير عنده جناح كامل. هاي كل الاسئلة مال هذا المنشور، تحياتنا لكم شباب.